سنة وحضراتكم طيبين. زي ما سمعتم منسبونا الكنيسة كلها بتحتفل وتستعد لاستقبال سر التدبير الإلهي، سر ظهور الكلمة في الجسد من أجلنا ومن أجل خلاصنا كما نقول في قانون الإيمان. زي ما سمعتم أيضا من أبونا، نعلق على المثل اللي قاله المسيح في إنجيل معلمنا متى 25، واللي كان بيجاوب به على سؤال الحقيقة هو جه في متى 24 لما بيتكلم عن خراب الهيكل. فواحد من تلاميذه قال له، تقدم إليه التلاميذ على انفراد قائلين، قل لنا متى يكون هذا وما هي علامة مجيئك وانقضاء الدهر. ففي متى 25 بيكلمهم في بداية المثل عن العشر عذارى الحكيمات، الخمسة الحكيمات والخمسة الجاهلات. وفي متى في نفس الإصحاح أيضا من العدد 31 بيكلمهم عن الدينونة أو عن اللي هيحصل في مجيئه الثاني. فبيقول إيه في آية 31، ومتى جاء ابن الإنسان في مجده وجميع الملائكة القديسين ومعه، فحينئذ يجلس على كرسي مجده، ويجتمع أمامه جميع الشعوب، فيميز بعضهم من بعض كما يميز الراعي الخراف من الجداء، فيقيم الخراف عن يمينه والجداء عن يساره. ثم يقول الملك للذين عن يمينه، تعالوا إلي يا مبارك أبي، رسل الملك المعد لكم منذ تأسيس العالم، لأني جعت فأطعمتموني، عطشت فسقيتموني، كنت عريانا فأويتموني، كنت غريبا فأويتموني، كنت عريانا فكسوتموني، مريضا فزرتموني، محبوسا فأتيتم إلي. فيجيبه الأبرار حينئذ قائلين، يا رب متى رأيناك جائعا فأطعمناك، أو عطشانا فسقيناك؟ شكرا. ومتى رأيناك غريبا فأويناك، أو عريانا فكسوناك؟ ومتى رأيناك مريضا أو محبوسا فأتينا إليك؟ فيجيب الملك ويقول لهم، الحق أقول لكم، بما أنكم فعلتم بأحد إخوتي هؤلاء الأصاغر فبي فعلتم. نفس الكلام بيتكرر عن الجانب اليسار، بيقول لهم بقى أن أنتم عملتوش كده. ثم يقول أيضا الذين عن اليسار، ذهبوا عني يا ملعين إلى النار الأبدية المعدة لإبليس وملائكته، لأني جعت فلم تطعموني، عطشت فلم تسقوني، كنت غريبا فلم تأووني، عريانا فلم تكسوني، مريضا ومحبوسا فلم تزوروني. حينئذ يجيبونه هم كمان بيسأل قائلين، يا رب متى رأيناك جائعا أو عطشانا أو غريبا أو عريانا أو مريضا أو محبوسا ولم نخدمك؟ فيجيبهم قائلا، أقول لكم الحق، أقول لكم، بما أنكم لم تفعلوا بأحد هؤلاء الأصاغر فبي لم تفعلوا. فيمضي هؤلاء إلى عذاب أبدي، والأبرار إلى الحياة الأبدية. مجدا للثالوث الأقدس. إيه علاقة هذا الكلام بموضوع التجسد؟ التجسد معناه إن ابن الله الأقنوم الثاني من أقانيم الثالوث، المولود من الأب قبل كل الدهور، اللي هو زي ما بيقول عليه قانون الإيمان مثل ولادة النور من النور، اللي مولود من الأب أزليا في ملء الزمان،
عندما جاء ملء الزمان ولد ولادة زمنية، ولد في الزمن من 2013 سنة من الروح القدس ومن مريم العذراء زي ما بنقول في قانون الإيمان. فابن الله المولود من الأب قبل كل الدهور، دي الولادة اللي مش زمنية اللي ملاش علاقة بالزمن، من أجلنا ومن أجل خلاصنا ولد ولادة زمنية، دخل إلى عالمنا، اتحد بطبيعتنا، خد من الروح القدس ومن مريم العذراء طبيعة خاصة بالطبيعة مشابهة لطبيعتنا في كل شيء ما عدا الخطية وحدها، وكل هذا من أجلنا ومن أجل خلاصنا، اتحد بطبيعتنا البشرية بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير كما نقول في القداس الإله، ليجعلها طبيعة خاصة به ويجعلها واحدا مع لاهوت. كل هذا من أجلنا ومن أجل خلاصنا. فإذا نحن لما بنتكلم عن ميلاد أو عن سر التدبير الإلهي بنتكلم عن الله الذي ظهر في الجسد، الذي عندما فعل هذا أعطى لطبيعة البشر أو للطبيعة البشرية مقاما آخرا ووضعا آخرا، فأصبحت الطبيعة البشرية فيه مباركة، أصبحت الطبيعة البشرية فيه مقدسة. احنا بنقول له كده في القداس الإلهي اللي هو قداس القديس غريغوريوس اللي هو موجه للأقنوم الثاني، بنوجه الكلام للمسيح، بنقول له أبونا بلسان أبونا، يقول له إيه؟ أنت، بيكلم المسيح المتجسد، أنت باركت طبيعتي فيك. يبقى المسيح لما أخذ طبيعتنا البشرية وجعلها طبيعة خاصة به باركها وطهرها وقدسها وأقامها وأعطاها مكانة مرتفعة. نقول له كده أنت باركت طبيعتي فيك، أنت خليت لطبيعتي قيمة، أنت اديتني الحياة بدل الموت اللي كان فيه. يبقى قيمة الإنسان هنا إيه؟ تساوي حياة الله نفسه، وهذا الإنسان هو أي إنسان؟ هذا الإنسان هو الإنسان على الإطلاق، يعني بغض النظر عن لونه وجنسه وطبيعته ودينه وفقره وغناه وثقافته ولون شعره ولون عينيه ولون ملابسه ولا أي حاجة تاني. المسيح جاء من أجل خلاص العالم كله، اللي يتمتع بالخلاص الذين ايه يؤمنوا به، لكن هو دعوته للكل، هو جاء الى خاصته وخاصته لم تقبله ومحرين. اما الذين قبلوه اي المؤمنين باسمه زينا احنا دلوقتي المسيحيين اللي بنؤمن باسمه، اللي بنؤمن ان هو جاء في الجسد، ان هو الله المتجسد، احنا كنا بنال ان احنا نستطيع ان نقول لله ابانا انت ابونا، هو ابن بالطبيعة وجعلنا فيه ابنا ابناء بالتبني زي ما بيقول في القديس يوحنا في اصحاحه الاولاني، وبنكرر الكلام ده في صلاة باكر. طب ده خلينا نعمل ايه؟ يخلينا نبص للانسان نظرة تانية، النظرة دي تساوي نظرته نظرتنا ليه هو. والكلام ده مش بتاعي، الكلام ده قريناه شوية، الكلام ده هو اللي قاله: متى فعلتم بأحد هؤلاء الأصاغر فبي أنا قد فعلتم. فهمنا ليه احنا بنربط الكلام بتاع متى 25 اللي هو هيحاسبنا عليه، هو هيحاسبنا على ان احنا بنبص للبشر ازاي من خلال ايماننا بسر التجسد، لانه الدينونة هتكون انه هو جاء في الجسد ولم يقبله احد. طب الدليل على ان احنا قبلناه ايه؟ ان احنا نبص للبشر الاخرين بنظرة تانية. يبقى احنا على الجانب اليمين، لو عملناهم بطريقة تانية يبقى احنا على الجانب الشمال، وهو اللي هيدين
لأن الدينونة قد أعطيت للابن وهو الملك. هنشوف دلوقتي احنا بنقول في قانون الإيمان ايه، هذا الذي ليس لملكه ايه انقضاء. هتشوفوا الكلمة دي موجودة هنا. فأجاب الملك، الملك اللي هو بيدين، هو ابن الإنسان صحيح، هو قال لهم ايه، متى جاء ابن الإنسان؟ طب ليه قال القديس متى ابن الإنسان؟ لأن ابن الإنسان هي اللقب الذي أطلق على المسيح بعد تجسده، بعد الكلمة في تجسده. يبقى هو عايز يدينا مفهوم عن أنا جيت عملت إيه عشان خاطر البشرية دي كلها. وبعد كده يقول إيه، يجيبهم الملك قائلا، الملك لأنه هو اللي بيملك، الذي ليس ملك قضاء، وهو الرب، وهو الذي يدين. والدينونة هتكون على انه هو جاء في الجسد وفي ناس ما قبلتوش. اما الذي يعترف به قدام الناس اعترف به قدام ابي الذي في السماوات، ومن ينكرني قدام الناس ان انا جيت في الجسد. هنا معناها بقى احنا بنتكلم الكلام ده وبعدين هنشرح الايقونة دي، لان الايقونة دي بتقول كل الكلام اللي انا بقوله. لكن بعد كده اللي مش هيقبلني او مش هيعترف بيه قدام الناس، مش هيعترف بيه قدام ابي الذي في السماوات. هيعترف بيه قدام الناس ازاي يعني؟ يعترف بيه قدام الناس ان انا الاله جئت في الجسد. طب الدليل ان انا اشوف كل البشر من خلال نظرته هو ليها. عشان كده الأيقونة اللي قدامنا دي أيقونة فريدة جدا جدا، بتشرح الكلام اللي أنا قلته من شوية في متى 25. الأيقونة دي يرى البعض إن هي تنتمي إلى مدرسة الفن الروسي، في مدارس فنون كتيرة، فن روسي، فن بيزنطي، فن سورياني، فن قبطي. ففي ناس بتقول إن هي بتنتمي إلى الفن الروسي، لكن هي على الأرجح بتنتمي للفن السورياني. ليه طب بنقول كده؟ لأن الموضوع ده وبالطريقة دي متعالج على في دير اسمه دير موسى الحبشي بصحراء النبك في سوريا، في لوح جدارية مرسوم عليها نفس الكلام ده بالضبط. بنية الأيقونة، الأيقونة دي عبارة عن ثلاث مستطيلات، المستطيل اللي على اليمين اللي نازل لتحت ده، والمستطيل اللي في النص اللي فيه الرسومات المسيح هنشوفه، وبعدين الناس اللي لابسين أبيض المستطيل الثالث. المستطيل اللي في النص بيمثل الأحداث كما جاءت في متى 25، وبنشوف في المسيح على راسه هالة نور، وبيمثل لنا الفنان كل الحالات دي، يعني كنت جعانا فأطعمتموني، بعدين كنت عطشانا فسقيتموني، وبعدين كنت غريبا فزرتموني، كنت عريانا فكسوتموني، كنت مريضا فزرتموني، أو مسجونا فأعدتوني. شخص المسيح زي ما قلنا هو اللي على رأسه هالة، بتختلف يحط المسيح يمين أو شمال، دي علشان الفن يعني. لكن المستطيل اللي هنشوفه على يمينكم وانتوا بتبصوا، وعلى مني أنا في الصورة على الشمال كنتوا كده، هم الأبرار في ملابس بيضاء، ودول اللي بيسمعون كلام الله ويعملون به. النهاردة كل الكلام في العظة كان على الموضوع ده، الشاب الغني ماذا أفعل لأرث الحياة الأبدية؟ قال له اسمع الكلام، اسمع اللي بيتقالك في الإنجيل ونفذه. هو ده بالضبط.
المستطيل الثاني بيمثل ناس ملابس سوداء، دول هم الجداء زي موجود في المثل. من فوق خالص بنشوف مشهد اسمه مشهد الشفاعة، بنشوف المسيح ضابط الكل وهو جالس على العرش، والعذراء عن اليمين ويوحنا المعمدان على اليسار، وهم في وضع طلب الشفاعة، وده بيبان في انحناء الرأس واليدين. يوحنا المعمدان ماسك زي ملف كده أو كتاب أو ورقة مكتوب عليها إن الفأس وضعت على أصل الشجرة. خلاص، إن كل شجرة غير مثمرة سوف تقطع، انتهت. والمسيح برضو ماسك الكتاب مفتوح، كتاب المقدس مفتوح، بيقول اتبعوا آياتي، اتبعوا الكلام اللي أنا بقول لكم عليه. في المستطيل اللي في النص الفنان جعل الشخص اللي بيتعامل مع المسيح في اللي احنا بنقولها كنت جائعا كنت عطشانا كنت غريبا، الشخص دوا مرة يسمو امرأة في الوضع الاولاني، او شاب او صبية، رجل، امرأة، كل انواع البشر بغض النظر عن الجنس وبغض النظر عن ايه، عن السن. يعني معنى كده ان احنا نجب ان نعمل اعمال الرحمة مع كل شخص بغض النظر عن وضعه، ماليش دعوة ده رجل ده امرأة ده شاب ده فتاة ده عجوز ده غني ده فقير، ملوش دعوة. الفنان عدد بقى الناس اللي على اليمين واللي على الشمال، اللي هم مجموعات جنب بعض سواء بالملابس البيضة او بالملابس السوداء. الملابس البيضة بتمضي الى الناس الابرار، والملابس السوداء دول الناس اللي ما بيسمعوش الكلام، الناس اللي ما نفذوش كلام المسيح، الناس اللي لما تعملوا تحليل مش مؤمنين بالتجسد. لان انا لو مؤمن بالتجسد يبقى اشوف كل واحد هو عبارة عن المسيح بعينه. وهنا في، واتمنى ان الكلمة دي تختفي من قاموس بتاعنا في الكنيسة، ان احنا يمكن دي بنلاحظها في مصر قوي، خدمة الناس المحتاجين بنسميها خدمة ايه؟ اخوة الرب، وكأن انا مش اخو الرب، وكأنك انت مش اخو الرب. اخو الرب يعني المحتاج بس، ده انا اول واحد اخو الرب، وانت اول واحد اخت الرب، وانت اول واحد ابن الرب. مش حاجة اسمه اخوة الرب، كلنا كلنا، لدرجة انه ساعات بنعمل قداسات منفصلة لاخوة الرب، وهذا لا يجوز تحت اي تبرير ممكن ان يكون. ما ينفعش، احنا كلنا اعضاء جسد واحد، احنا كلنا مؤمنين بالتجسد. فاللي مؤمن بالتجسد يسمع كلام المسيح يقول متى فعلتم بأحد هؤلاء الأصاغر فبي أنا أيضا قد فعلتم. متى رأيناك اللي عملوا هاتوا متى رأيناك اللي عملت، اللي يعملوا في الناس دول يبقوا عملوا في أنا، واللي ما عملوش يتسألوا برضو متى رأيناك، ما انتم ما شفتوش حاجة.
ما انتوا مش مؤمنين بالتجسد، احنا مؤمنين بالتجسد وعمالين نقول احنا ندخل على 7 و4 والاخر والكلام ده كله، لكن ما هو التطبيق العملي لايماننا بالتجسد؟ اذا كنت انا بقول انا مسيحي، يعني ايه مسيحي؟ يعني انا اؤمن بالمسيح. طب المسيح مين؟ مين المسيح ده؟ هو الكلمة الذي ظهر في الجسد، يعني ده انا اؤمن بالتجسد. يوم اؤمن بالتجسد يبقى اؤمن بالانسان اللي خد المسيح طبيعته البشرية وخلها طبيعة خاصة به، ده من اجلنا ومن اجل خلاصنا قد جاء في الجسد. المهم ان الفنان في هذه الايقونة الفريدة جعل الناس دول الشعب الشمال واليمين فيهم رجال ونساء ورهبان ورهبات وملوك واساقف وتجار وحكام وشبان وفتيات وناس زاهدة ناسكة، يعني الناس اللي مش لابسين ملابس اللي تحت خالص دول، شايفين في على الشمال خالص في الركن كده تحت ناس مش لابسين ملابس، دي ناس متزهدة ناس زهد. الفكرة مش في كده، الفكرة ان مش في انا لابس ولا مش لابس، انا باكل ولا مش باكل، انا بحكم ولا مش بحكم، انا ست ولا راجل، انا راهب ولا مش راهب، انا بعمل ايه بعمل ايه. فعشان كده تلاقوا نفس المجموعة دي هي نفس المجموعة دي، بس المجموعة دي هي اللي سمعت كلام الله ونفذته، والمجموعة دي هي هي بس مع دول ما أدركوش سر التجسد، فعشان كده سمعوا الكلمة دي يبعدوا عني يا ملعين أنا لا أعرفكم. والكلام ده مكتوب فوق خالص على رأس العمود اليمين وعلى رأس العمود الشمال. على رأس العمود اليمين تعالوا إلي يا مبارك أبي، لأنكم أنتوا سمعتوا الكلام اللي أنا بقوله، لأن أنتوا أدركتم سر التجسد، لأن أنتوا شفتوا هذا الكلام وعملتوه. والناس الشمال أنا معرفكوش، أنا معرفكوش يعني، لأن أنتوا معرفتونيش كمان، أنتوا معرفتونيش. المهم الكنيسة عندنا فيها أيقونة تماثل هذه الأيقونة بس بطريقة تانية، بس إحنا مش بندرك العمق اللي فيها. وهي واتمنى انه تترسم، يعني احنا تعودنا ان احنا نرسمها بالطريقة دي، لكن ياريت يجي فنان ويحطها لنا بطريقة تاني. هي ايقونة الانبا بشوي حبيب مخلصنا الصالح، دايما دايما نرسم الانبا بشوي هو ايه بيخسر رجلين المسيح. طب السؤال، قديس أنبا بشوي حبيب مخلصنا الصالح بقى قديس وبتكرمه الكنيسة ليه؟ عشان غسل قدمي المسيح، ولا عشان شل المسيح، ولا عشان جسده كامل وموجود في دير الأنبا بشوي؟ تفتكروا ليه؟ عشان نفذ ما قاله المسيح. أمال اللي حصل ده شاله وغسل رجليه وجسده كامل ده ليه؟ دي نتيجة مش سبب، ده نتيجة عشان احنا نعرف الراجل ده عمل ايه. الراجل ده سمع كلام الانجيل، الراجل ده مؤمن بالتجسد، شاف الراجل الراهب اللي قاعد جنب الحيط، ما فيش ولا واحد تاني من الرهبان اللي راحين يشوف المسيح. زي ما بتقول القصة، القصة بتقول انه في اشاعة طلعت انه المسيح هيظهر في دير ابو مقار، المسيح المتجسد هيظهر في دير ابو مقار، كلنا لبسنا حلو يلا نروح نشوفه، ما عدا واحد غلبان قاعد جنب السور ما لقيش حد يشيله، مر عليه الانبا بشوي عارف ان ده المسيح المتجسد. هم كلهم معرفوش، هم كلهم ما خدوش حاجه، اللي خد لوحده ده لانه عرف ان ده باركت طبيعتي فيك، انت المسيح المتجسد تعال شيلك بقى، شالوك طلع صح، طلع ايمانه صح، طلع انه سمع كلام المسيح. متى فعلتم باحد هؤلاء الاصاغر فبي انا ايضا قد فعلتم. عشان احنا نعرف بقية القصة، ما هو لو ما كانش لما كانش غسل رجليه وكل الكلام ده قصة، كانت القصة دي انتهت من زمان، دخلت التاريخ، هي مذكورة عند ربنا بس ما كناش احنا نعرفها، لكن عشان احنا نعرفها حصل اللي حصل ده فبنت لينا، احنا تمسكنا بالنتائج وسبنا الاسباب. ده خسر قدمي المسيح، ده شال المسيح،
طب وإيه يعني؟ طب ما أنت بتاخد مساحة جواك. بس مش المهم في كده، المهم إنك تدرك أنت بتعمل إيه وعملت كده ليه. علشان كده كنت كل التشاريتي اللي احنا نعملها دي، يعني خدمات يعني العناية بدول أو ما نسميهم بإخوة الرب بسد احتياجاتهم، هي ما في ما في ما في منظمات كتير بتعمل تشاريتي احسن مننا وبطريقه منظمه احسن مننا، لو بتعرضوا لاخطار اكتر مننا. طب ايه الفرق؟ الفرق في الاتيتيود، الفرق في السبب اللي انت بتعمله بيه، عشان ناخد تاكسس اكزامشن ولا عشان مش عارف نعمل ايه ولا نعمل ايه ولا نعمل ايه؟ لا، عشان احنا مسيحيين، عشان احنا مؤمنين بالمسيح، عشان احنا بنحتفل من دلوقتي بعيد التجسد وعيد الميلاد، عشان احنا عرفنا ان السبب اللي جه المسيح من اجله انه يرفع قيمة الانسان، ان يديله كرامة ما تدهاش اي ابدا منظمة من منظمات حقوق الإنسان، إنه يخلي ابن الله يبقى ابن الإنسان علشان ابن الإنسان ده يبقى ابن لله، علشان يقدر نقول كلنا أبانا الذي في السماء، ويبقى ما أقدرش أفرق بين واحد أسميه تحت أي مسمى من المسميات إن ده من إخوة الرب وابقى انا مستعير ولا يعني مكسوف ان هو واقف جنبي في القداس، ده انا باخد نفس جسد الرب ودمه اللي هو بياخده. كده نسمع كلام الملك لما يجي ويقول تعالوا الي يا مبارك ابي رسل ملك المعد لكم منذ انشاء العالم. ربنا يدينا واحنا بنحتفل هذه الأيام المقدسة وبقدوم المسيح في إلى عالمنا لكي يباركنا، إن احنا تتفتح أفاقنا، أفاق قلوبنا، تخوم قلوبنا دي تكبر وعقولنا دي تتفتح وعيوننا دي تبصر، زي ما بيقول أوشيت الإنجيل نبصر ما لا يبصر الآخرون ونسمع ما لا يسمعه الآخرون، إن المسيح جاء من أجل خلاص العالم، ونقول له خلينا يا رب نكون أدوات في إيدك نطعم بيها كل جعان ونكسي بيها كل عريان ونزور بيها كل مريض وننفذ الحاجات الستة اللي هو الفان، مش بدافع أبدا تشاريتي ولا بدافع إن دول بلدياتنا ولا دافع ان دول مش عارف ايه ولا دافع ان دول ايه، ولكن بدافع واحد ان احنا نكون مؤمنين حقيقة بتجسد الابن الوحيد بدخوله الى عالمنا لكي يرفع عنا المعاناة والمغلاة وسيف الاعداء زي ما بتقول الكنيسة، لكي يجعل من حياتنا حياة ولتكون له ولتكون هذه الحياة أفضل. كل سنة وحضراتكم طيبين.